هذا هو الجسد البشري، أبدع بناء هندسي على هذا الكوكب، ونحن الآن على وشك الذهاب في رحلة من سن 10 وحتى 50 نكشف من خلالها قصة الجسد باستخدام الأرقام. ستتغير الطريقة التي نفكر بها بأنفسنا، ولن ننظر لأنفسنا في المرآة بنفس الطريقة مرة أخرى. تجترح أجسادنا العجائب منذ التلقيح وحتى الولادة، ومنذ الطفولة حتى المراهقة، وبعدها مرحلة الرشد وصولاً إلى الكهولة. مع بلوغنا سن 10 تكون أجسادنا قد حققت الكثير، حيث نكون قد أتقنا بعض المهارات وتشربنا بعض المعلومات، وبلغ طولنا 137 سنتيمتر في المعدل. لكننا الآن سنرى التغيرات الهائلة التي تطرأ على جسدنا منذ سن 10 وحتى 50، وأما هذا الجزء من السباق فيدور حول الجنسين. يبدأ الأمر برمته حين يطلق الدماغ آلية صغيرة بحجم حبة البازلاء وتسمى الغدة النخامية. تسبب هذه الآلية الصغيرة أعظم انقلاب يمر به الجسد على الإطلاق، وهي مرحلة البلوغ التي نصل بعدها إلى سن الرشد. يتم هذا التحول بعد أن تفعل هذه الآلية مواد كيميائية قوية، وهي هرمونات الجنس. المشكلة هي أن تلك الهرمونات ليست مرئية ولا ملموسة، لكن علينا أن نفهم أنها مهمة في وجودنا. تعمل الهرمونات في أجسادنا عمل المدير، فتتجول باستمرار داخل الجسد لتتفحص وتنظم كل وظائفه. في الواقع فإن الهرمونات هي عوامل التغيير داخل الجسد، فهي تؤثر على طريقة تفكيرنا ومظهرنا وطريقة تعاملنا مع بعضنا بعضا، وبالطبع على الطريقة التي تظهر بها حياتنا. عندما يتفاعل دور هرمونات الجنس الثلاثة، وهي الأستروجين والبروجسترون والتستوستيرون، يبدأ الأمر بالتغير. البلوغ هو الانتقال من الطفولة والخمول الجنسي إلى المرحلة التي نصبح بها نشطين جنسياً، ودون هذه المرحلة سيموت جنسنا. بلغت أوديسا 12 وبدأت تمر بمرحلة التغيير تلك. من الأشياء التي ستفعلها الهرمونات لأوديسا هي جعلها تنمو بصورة أسرع من أي مرحلة أخرى في حياتها. في مرحلة البلوغ تبدأ عظامنا بالنمو السريع ويزداد طولها، إذن فهي المرحلة التي نزداد خلالها طولا وبسرعة. هذا ما يحصل في تلك المرحلة. خلال عام واحد ستنمو أوديسا بمعدل 9 سنتيمترات، أي بارتفاع هذا الكعب، وبنهاية مرحلة البلوغ تكون قد نمت بمعدل 25 سنتيمترا، ما يعادل ارتفاع هذا الكعب. سيرتفع مستوى الدهون في جسد أوديسا بمقدار 120%، وفي ذروة اكتسابها الوزن يمكن أن يزداد وزنها بمقدار 700 جرام شهريا، ما يعادل وزن 3 علب زبدة بهذا الحجم. وخلال عام يصل ذلك الوزن إلى 8 كيلوغرامات، وهي كمية كافية لتدهن على 1600 قطعة خبز. ومع هذا فإن مقدار الهرمونات اللازمة لإحداث التغيير في أجسادنا أصغر بمئة مرة من حبة رمل. ولو أننا أردنا صنع هرمونات لجميع الفتيات في العالم لبلغت الكمية حجم هذه الكومة بوزن 3 كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام، لكن هذه الهرمونات لا تجعلنا أكبر حجما فحسب، بل تحولنا إلى أفراد بالغين. يبدأ صدر الفتاة بالنمو، ويظهر الشعر في منطقة العانة والإبطين، ويتغير تفكيرها، وتبدأ دورتها الشهرية، وتنتقل لتصبح امرأة، أي أنها تبدأ بالإباضة وتصبح جاهزة للحمل والولادة. في عمر 12 يحتوي مبيض أوديسا على 300,000 بويضة، وستخرج واحدة منها كل شهر. يمكن لتلك البويضة أن تتطور لتصبح جنيناً إذا لقحت، وإذا لم يحدث ذلك تحل مكانها بويضة أخرى في الشهر الذي يليه.
تطلق المرأة خلال حياتها 400 بويضة، لكن هناك أكثر من التغيرات الجسدية في هذه المرحلة. فعندما تبلغ الفتاة 15 مثل فرانكي، تبدأ الهرمونات بالتأثير على رؤيتها للحياة. وباجتماع ذلك مع التغيرات الجسدية، يمكن أن تواجه قائمة جديدة من الأولويات. تحاول الفتيات في هذا السن تجاهل ما تقوله أجدادهن وهرموناتهن، وخير مثال على ذلك هو فقدانهن الشهية أو اضطرابها، لأنهن يكن خائفات من الانتقال للجسد الجديد. قد يكون ذلك أقوى رد فعل، لكن على الفتاة الآن أن تتعامل مع أشياء كثيرة، فسينمو الشعر في أماكن لا ترغب فيها وستصبح بشرتها دهنية أكثر. يمكن أن تكون هذه المرحلة مزعجة جدا ويصعب على بعض الفتيات نسيانها. أكره أن أنظر إلى المرآة وأعجب بمظهري، وفي اليوم التالي أتساءل عما حدث لمظهري. إنه شعور غريب في تلك المرحلة. أكره أن تنمو الأوراق بسرعة. لا أجد ملابس تناسبني. أسوأ شيء هو البثور التي تأتي في أحلك الأوقات. تعاني بعض المراهقات من الإعياء وتقلب المزاج، وهو أمر قد يدفعهن إلى ذرف الكثير من الدموع. حتى سن 12 يتساوى معدل البكاء لدى الذكور والإناث، لكن ما إن تبدأ الهرمونات بالتدفق في جسد الفتاة حتى يزداد معدل البكاء لديها. في سن 18 يكون بكاء الإناث 4 أضعاف بكاء الذكور. نحن نبكي أكثر عندما نشعر بالحزن، وتبلغ نسبة ذلك 49% من دموعنا، بينما تبلغ نسبة دموع الغضب 10%، ودموع التعاطف 7%، ودموع القلق 5%، ودموع الخوف 4%. أما الخبر الجيد فهو أن نسبة دموع الفرح تبلغ 21%. ليست الدموع سوى مقابل ضئيل تدفعه الفتاة مقابل التغيرات الهائلة التي تحدث لجسدها لتصبح امرأة. لكن ماذا عن الفتيان؟ حسناً، هم كذلك على وشك المرور بمرحلة تغير شامل، حين ترتفع نسبة هرمون التستوستيرون لدى الفتيان 30 ضعفاً، فمن الأجدر أن نتوقع منهم أي شيء. يعشق الفتيان الإثارة والحركة، لكن المؤكد هو أنه بمجرد انطلاق هرمون التستوستيرون لديهم فإن حياتهم تنقلب. تبدأ الغدة النخامية فجأة بإرسال الأوامر للخصيتين لتنتج هرمون التستوستيرون. قد تتضاعف مستويات التستوستيرون لدى الفتيان في هذه المرحلة 30 مرة، لكن هذا الهرمون يعد مادة كيميائية قوية جدا، لدرجة أنه يتواجد بكميات قليلة في جسد الفتى في هذه المرحلة، ويكون تركيزه كما لو أذبنا حبة من الملح في 28 لترا ونصف اللتر من الماء. ولو جمعنا هذا الهرمون من كل رجال العالم لحصلنا على كمية منه لا تزيد عن 20 كيلوغراما. يبلغ تزايد الهرمونات الذكرية ذروته في سن 13 أو 14، وحينها يختلف الفتيان تماما عن الفتيات. ويل وجون في 16 وقد غير هرمون التستوستيرون جسديهما خلال العامين الماضيين. أولى علامات بلوغ الفتيان هي ازدياد حجم الخصيتين من 1.5 سنتيمتر إلى 20 سنتيمترا مكعبا، أي 13 ضعفا. كما ينمو القضيب ليبلغ معدل طوله في سن 18 16.5 سنتيمترا. لكن قبل ذلك يبدأ جسد الفتاة بتأسيس مصانع الحيوانات المنوية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 حيوان منوي يوميا. وفي أقل من شهر ينتج الجسد من الحيوانات المنوية ما يفوق عدد سكان العالم مجتمعين.
طيلة حياتهم سينتج كل من ويل وجون عددا من الحيوانات المنوية يكفي لإعمار 571 كرة أرضية بالسكان. عند مراهق مثل كارل ينمو الشعر في منطقة العانة وتحت الإبطين وعلى الذراعين والصدر والبطن وحتى الظهر، وينمو الشعر أيضا على الوجه من خلال 30,000 جريب شعرية، وهذا يعني أنه تنمو لدى المراهق 30 شعرة يوميا. تخيلوا مقدار الشعر الذي سيحلقه كارل حتى سن 50. تنمو 30,000 شعرة يوميا بمقدار 4 أعشار المليمتر، ويجب على كارل أن يعتاد الحلاقة لأنه ما إن يبلغ سن 50 حتى تكون شفرته الخاصة بالحلاقة قد غطت مساحة 350 مترا مربعا، إلا إن لم يرغب بالحلاقة. في هذه الحالة عليه أن يمشط لحيته مثل نيكولاس غاسكوين. ينمو شعر اللحية أسرع من باقي شعر الجسم، ولو أن نيكولاس لم يحلق لحيته مطلقا لبلغ طولها 9 أمتار، ولو أن جميع رجال العالم فعلوا هذا لكان بإمكاننا أن نحيك حبلا سمكه 30,000 طبقة يلتف حول العالم 775 مرة. لكن عندما نتحدث عن محاسن ومساوئ الشعر الزائد فلن نجد اتفاقا بين الجميع. سواء كان دلالة على الجاذبية أم لا، فإن الشعر جزء صغير من عملية التحول السريع التي يمر بها المراهق الذي تتغير ملامحه بشكل سريع لدرجة يصعب معها تمييزه، حيث يتغير شكل فكه وحاجباه وذقنه وأنفه بسرعة. يتفوق الذكور على أقرانهم من الإناث من حيث النمو، فمنذ بداية مرحلة البلوغ ينمو الذكر ليصبح أطول من الأنثى 30 سنتيمتراً. تخيلوا عدد سراويل الجينز التي سنلبسها لو استمرت مرحلة البلوغ 10 أعوام. ولو وصل معظم الرجال إلى طول 2.40 متراً لكان الأمر لا يتعلق بالجذع والأرجل فقط، فالمراهق ينمو في جميع أجزاء جسده مثل الأقدام التي يمكن ملاحظة تغير حجمها عن طريق الأحذية، ثم تليها اليدان. لكن ليست العظام فقط هي التي تكتسب الطول، فالحبال الصوتية أيضا تصبح أطول بمقدار 60% وتزداد عرضا ويصبح ترددها منخفضا، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الصوت بمقدار طبقة كاملة. يشبه هذا الأمر تحويل آلة تشيلو هذه إلى دبل بيس. لكن هناك تغير آخر بانتظار كل مراهق، وهو تغير غير مرحب به، إنه التعرق. تبدل الهرمونات نظام التعرق في جسده لتتغير رائحته كلياً، وعند بذل الجهد فإنه يطرح خلال ساعة كمية من العرق تكفي لملء 6 علب شراب. لكن ليس عليه أن يكون في النادي الرياضي لتفوح رائحته. في الواقع فإن رائحة جسم الفتى قد تفوح في أحلك الأوقات، وخاصة عندما يشتم رائحة الخوف قبل حدث كبير على سبيل المثال، وحينها يبدأ هرمون الإدرينالين لديه بالعمل وكذلك الغدد العرقية. يسبب هرمون الأدرينالين تعرقا بالكفين وتسارعا في دقات القلب وفي الأنفاس، لذا تنعقد ألسنتنا وتظهر علينا أعراض رهاب المسرح. ليست رائحة المراهق هي فقط التي تصبح أقوى، ففي سن 18 تزداد نسبة العضلات في جسد كارل بمقدار 50% وتقل الدهون في جسده 50% عن قريناته من الإناث. تمثل علب السبانخ هذه وزن العضلات التي سيحصل عليها الفتى في مرحلة البلوغ، وتبلغ 6 كيلوغرامات. لكن نادرا ما يتحول الفتى للرجل الذي يريد، لأن الهرمونات قد تهاجم جسده بطرق غير مرحب بها. أنزعج من البثور،
ليس الأمر مرضيا على الإطلاق مهما كان التغير. كنت نحيفا جدا، ثم بدأت أمارس الركض لأنني لم أرغب باكتساب الوزن. لكن الجسد ليس الفارق الوحيد بين الذكر والأنثى، فالجانب الأيمن من دماغ الذكر يتطور بشكل أسرع منه عند الأنثى، وهو ما يجعلهم يتفوقون في المهارات المكانية. وفي المقابل يتطور الجانب الأيسر من الدماغ عند الإناث أسرع منه عند الذكور، وهو ما يجعلهن يتفوقن في مهارات التواصل. لكن يبقى السؤال هو، هل السبب في هذه الفروق هو أدمغتنا أم العوامل الاجتماعية؟ لهذا الأمر علاقة بالطبيعة والثقافة والبيئة. لقد أمنت بذلك إلى أن أصبح لدي أولاد وبنات، والآن فأنا أعرف حتى أنه حتى وإن تعاملت معهم وربيتهم بنفس الطريقة تبقى بينهم فروق. على العكس مما قد يعتقده البعض منا، لا تتكلم الإناث أكثر من الذكور، بل إن كلاهما يتلفظ بستة عشر ألف كلمة في اليوم. لكن بعض الدراسات تشير إلى أن الإناث متحدثات أفضل من الذكور، لأنهن يستخدمن قاعدة كلمات أعرض، أما الذكور فيتكلمون بسرعة أبطأ وبجمل قصيرة. هرمون التستوستيرون يجعل الذكور أكثر انتباهاً وعدوانية، وبوجود العديد من المواد الكيميائية التي توجه أجسادنا، فإنه من الغريب أن الأولاد والبنات قادرون على التواصل مع بعضهم البعض، ناهيك عن الاتفاق فيما بينهم. لكن هذا هو الأمر الذي جبلنا على القيام به، وقريبا فإن أجسادنا ستتغير بشكل كامل ولن تكون كما كانت عليه في السابق. تحول فترة البلوغ الأولاد والبنات إلى مخلوقات مشحونة جنسيا، ولا يمضي وقت طويل حتى يتطلعون للخروج معا. تستعد ليبي للخروج، وهذا يعني أن تتأكد من نظافة جلدها البالغ مساحته 182 سنتيمترا مربعا. لكن ليس الأمر سهلا، لأن كل سنتيمتر مربع منه يحوي 32 مليونا من المخلوقات المجهرية، ما يعادل سكان كاليفورنيا، أي أن كل منا يحتوي على عدد من المخلوقات المجهرية يفوق عدد سكان العالم. ثم علينا أن نحافظ على شعرنا. يخسر الرجل والمرأة في اليوم 80 شعرة، لكن الخبر السار هو أنها تنمو من جديد، وأننا نملك في الأصل 100,000 شعرة تنمو بمعدل 3 أعشار المليمتر يوميا. وإذا جمعنا ذلك خلال 24 ساعة، فإن الناتج يكون 30 مترا، وهذا يعني أن الشعر يمكن أن ينمو بمقدار 1600 متر خلال شهرين. بعد عام سيصل معدل النمو 11 كيلومتر، أي ما يكفي للدوران حول هذا المضمار 30 مرة. يعتبر الشعر أحد أقوى الألياف في جسدنا، حيث يمكن أن تحمل الشعرة وزنا مقداره 100 جرام، أي أن 100,000 شعرة التي نملكها يمكن أن تحمل وزنا مقداره 10 أطنان. ثم هناك الشعيرات الصغيرة التي علينا أن نعتني بها، مثل الرموش. يحيط بكل عين لدينا ما يقارب 200 رمش، لكننا لا نفكر بعدد الرموش الذي ننتجه. خلال فترة حياتنا يمكن أن نحصل على 14 مترا من الرموش. بالحديث عن الأشياء صغيرة الحجم، ماذا عن أظافرنا؟ إنها صغيرة الحجم لكنها مهمة، ولو أننا لا نملكها لأصبحت بعض المهام البسيطة مستحيلة. ومثال ذلك تقشير حبة برتقال أو استخدام سكين صغيرة. وعندما نستعد للخروج فإننا نهتم بلمعانها. بحلول المساء تصبح مستقبلاتنا الحسية على أهبة الاستعداد، وكذلك هرموناتنا. فهل سنحظى بالشريك الذي طالما حلمنا به؟ الخبر الجيد هو أن جسدنا يكون أول من يخبرنا بذلك في حال حدوثه. تظهر الإثارة أولاً على شكل دفقات من هرمون الأدرينالين، وهذا يسبب تعرق الكفين وتسارع الأنفاس، ويولد لدينا شعوراً بأننا نسمو على الجميع، وحينها نكون جاهزين للاستجابة. عندما تلتقي الأعين لا يدوم ذلك سوى لثوان قليلة، لكنك تشعر وكأنه الأزل.
إنه هرمون الأدرينالين يتدفق في أجسادنا ويجعل الوقت يبدو وكأنه أطول. تزيد الهرمونات دقات القلب وضغط الدم، ويمكن لها أن تحولنا إلى مغناطيسات بشرية. وبينما ندنو من بعضنا بعضا، نبدأ بالاستجابة للرائحة التي تطلقها مواد كيميائية خاصة تسمى بالفيرمونات. الفيرمونات هي مواد كيميائية تنتجها أجسادنا وتنثرها في الهواء لجذب الشريك. بالنسبة للرجل مثلا، فهو يجد المرأة أكثر جاذبية عندما يتأثر بالفيرمونات الأنثوية. يقال إن مارلين مونرو كانت تتمتع برائحة زكية، لكن بغض النظر عن طبيعة العطور التي كانت ترشها على جسدها، فقد كانت رائحتها الطبيعية جذابة جدا. إذا أدت الفيرمونات عملها، تكون الخطوة التالية هي اللمس، الحاسة الأكثر حميمية، لأن أجسادنا مغطاة بخمسمائة ألف من المستقبلات الخاصة بها. هل سبق أن فكرتم بحجم هذا الرقم؟ لو مثلتم كل واحد من هذه المستقبلات بالحرف X وأردتم أن تطبعوه 500,000 مرة باستخدام لوح المفاتيح، لاحتجتم للضغط عليه مدة 12 ساعة ونصف بشكل متواصل. باختصار، فإننا نصبح خليطا من عدة أشياء يمشي على أقدام، لكن فقد قامت أجسادنا بإنتاج تلك الأشياء وخلطها لسبب جيد، وهو أن يستمر جنسنا البشري ويتكاثر. في سن العاشرة لم نكن نتخيل الحياة كبالغين. مضى 15 عاما الآن، ولا يتذكر جون وكارلي كيف كانا في سن العاشرة. هل هذا أمر غريب؟ لقد حصلت أشياء كثيرة، فقد أصبح جسداهما أطول ب30 سنتيمترا، وتضاعف وزناهما، وانخفض عدد خلاياهما الدماغية بمقدار 50 مليون خلية، وبات يتحكم بجسديهما أكثر من 200 هرمون. لكن جون لا يزال منشغلا، فهناك هرمون يتدفق في دمه كل 90 دقيقة منذ أن بدأ مرحلة البلوغ، وهو الذي يحفز إنتاج الحيوانات المنوية. يمر كل حيوان منوي ب74 يوما من الحضانة قبل أن يصبح جاهزا للانطلاق. في كل مرة يقذف الرجل 400 مليون حيوان منوي، وفي الغالب فإنها تضل طريقها أو أنها لا تكون قادرة على السباحة في السائل المنوي، وفي النهاية لا يصل منها لهدفه سوى 200 حيوان منوي. ومن بين هؤلاء 200 لا يلقح البويضة سوى حيوان منوي واحد، أما الأخرى فلا تصبح سوى بقايا. قد تبلغ فرصة الحمل لدى المرأة 25% إذا حاولت ذلك قبل يومين من عملية الإباضة، وإن حالفها الحظ في ذلك فستحظى بفرصة لرؤية جنينها أثناء تطوره في الرحم بعد 13 أسبوعاً. منذ تلك اللحظة سيكون على قلب السيدة الحامل أن يزيد ضخ الدم بنسبة 30-50%، وعلى رئتيها أن تستنشق الأكسجين أكثر بنسبة 15-25%، وخلال 9 أشهر ستحرق 545,000 سعر حراري تكفي لتغلي 10,000 سخان كهربائي. يمر جسد المرأة بالعديد من التحولات التي تسبق ولادة الطفل. يساوي حجم هذا الكأس البلاستيكي حجم رحمها عند التلقيح، وهذا هو الحجم الذي سيصبح عليه عند موعد الولادة. إنه أكبر ب500 مرة. وخلال شهر واحد بعد الولادة يعود رحم الأم إلى الحجم الطبيعي بوزن 70 جراما. بعد الولادة مباشرة ينخفض وزن الأم بمقدار 5.5 كيلوغرامات، ويمر جسدها بهبوط حاد في هرمونات الجنس، ويعود حجم الدم الذي يضخ في أنحاء جسدها إلى طبيعته.
تملك أجسادنا قدرة رائعة في الرجوع إلى طبيعتها. على الأب والأم أن يعتنيا بطفلهما ويلبيا طلباته. في الثلاثينيات ربما يكون الرجل قد تجاوز أوج قوته، لكن عظامه لا تزال في أوج قوتها. فكم عدد الرجال الذين يمكن أن يقفوا على عظمة الفخذ حتى تنكسر؟ 1 2 3 4 5 6 8 10. حسناً، ها هي الإجابة. يمكن لعظمة فخذ رجل في 35 من عمره أن تحتمل وزن 21 رجلاً، ما يعادل فريقي كرة قدم. لكن بعد 35 لا تبقى عظام الرجل بالقوة نفسها. رغم الخبرة والثقة بالنفس، كيف لأجسادنا أن تتغلب على المشاكل في أزمة منتصف العمر، سن 40؟ بلغ بيتر وإيما عامهما 40، وهو عمر يخشاه البعض، وهما يودان لو أنهما لا يزالان صغيرين. في هذا العمر نشعر بالتغير الذي يطرأ على عملية الأيض داخل أجسادنا، وتقل حاجتنا اليومية للسعرات الحرارية بمقدار 120 سعر حراري، كما تقل فاعلية مجسات الحرارة في أجسادنا لنشعر بالتعب بسهولة. تصبح أجزاء أجسادنا أقل فاعلية مع تقدمنا بالعمر، فمثلاً تتأثر قدرة رئاتنا على أخذ الأكسجين. يمكن أن تقل القدرة الاستيعابية للرئتين بمقدار 40%، وتنخفض ليونة بعض الأنسجة الداخلية والخارجية. فعلى سبيل المثال، يفقد معظمنا الليونة حول العينين فنعاني من طول النظر. تفقد كرة العين ليونتها، ونفقد قدرتنا على التركيز. وفي عمر 50 لا يقدر معظمنا على قراءة الصحيفة إلا من مسافة بعيدة. يؤثر فقدان الليونة أيضا على الجلد، فمنذ اللحظة التي نستيقظ بها صباحا يتمدد الجلد ويلتوي كثيرا. طيلة فترة حياتنا تساعدنا مادة الكولاجين في المحافظة على مرونة الجلد، وهو بروتين ذو قوة توتر عالية، لكنه يبدأ الآن بالنفاد. يفقد الجلد ليونته مع التقدم في السن. جلدي يحتاج 3 أو 4 ثوان ليعود إلى وضعه الطبيعي بعد أن سحبته للأعلى، وهذا لأنني لم أعد شابا. يعود جلد الأطفال إلى مكانه بسرعة، أما من وصل سن 80 مثلا فيحتاج جلده 10 أو 15 ثانية ليعود إلى مكانه. في سن 40 يبدأ مخزوننا من مادة الكولاجين بالتأثر، فتنحف جلودنا وتتجعد وتصبح هرمة. الخلايا الهرمة سامة للجسد، وتنتج العديد من الإنزيمات التي تؤثر سلبا على مادة الكولاجين، وبالتالي تسبب التجاعيد. لحسن الحظ يجدد جلدنا نفسه بنفسه. تبلغ مساحة قطعة البلاستيك هذه 182 سنتيمترا مربعا، وهي تعادل كمية الجلد التي نطرحها كل 3 أسابيع، أي بحجم إحدى قطع تغليف الملابس هذه. وفي العقد الرابع من العمر سنبدل الكثير منها. بواقع 174 مرة. لن ينمو هذا الجلد مجددا، ورغم أننا طرحناه عن أجسادنا، إلا أنه طالما خدمنا كخط دفاع أول ضد كل ما نتعرض له، بما في ذلك الجراثيم بمختلف أشكالها وأحجامها. ليس هذا فحسب، فالجلد يساعدنا على تحديد أماكن تلك الجراثيم. على سبيل المثال، هل تفضل أن تتناول طعامك من على سطح مكتبك أم على مقعد الحمام في مقر عملك؟ هناك جراثيم على مقعد الحمام. لن أفعل ذلك أبدا، إنه مكان للأوساخ. هناك الكثير من الجراثيم. هناك 49 جرثومة فقط في كل سنتيمتر مربع من مقعد الحمام، لكن هناك 21 ألف جرثومة في كل سنتيمتر مربع من سطح المكتب.
مع تقدمنا بالعمر يصبح التعامل مع أبسط الأمراض شيئا متعبا، لكن ليس هذا الأمر الوحيد الذي يجب أن ننتبه له. ففي الأربعين يصبح اليوم الذي يلي شرب الكحول صعبا، ويصعب التخلص من آثار الكحول مثلما كان الأمر في سن العشرين أو الثلاثين. الكحول مادة سامة، لكن الكبد يزيل سمومه ليصبح بالإمكان إدخاله في عملية الأيض، لكن إن ازدادت كميته في الكبد ستتأثر باقي أجزاء الجسد. ليس الكبد وحده الذي يعمل ساعات إضافية، هذه هي الكمية التي يجب على الكلى التعامل معها، فهي تعمل على تصفية 150 لترا من الدم يوميا لتستخلص المادة البولية والمواد المعدنية وتطرحها في البول بمعدل لتر ونصف اللتر يوميا. وفي العام تتعامل الكلى مع 53 ألف لتر من الدم. في سن الأربعين تنخفض هذه الكمية بمعدل أقل من لتر من الدم لكل ساعة، أي ما مجموعه 23 لترا يوميا. لا يؤثر التقدم في السن على الجهاز الهضمي كتأثيره على باقي أعضاء الجسد، لكن بعضنا يصبح حساساً لبعض الأطعمة، حيث يمكن لأمعائنا أن تنتفخ وتمتلئ بالغازات، وتكون الطريقة الوحيدة للتخلص من هذه المشكلة السماح لهذه الغازات بالخروج. الغازات المعوية أو غاز البطن هي من المصطلحات الطبية التي نستخدمها لوصف خروج الهواء من الأمعاء. هناك دائما أمر مضحك في هذه الحالة في مجالنا، إن لم يستمر الشخص بالضحك على هذه الأشياء فلن يكون باستطاعته الحديث عن أي منها. ببلوغنا سن الأربعين نكون قد فعلنا ذلك أكثر من 200 ألف مرة، ما يعادل 16,518 لترا من الغاز، وهي كمية كافية لملء هذه القلعة القابلة للنفط. قد يعتقد البعض أننا في سن الأربعين نكون قد استهلكنا أجسادنا، لكن لا. الشخص الذي يقف إلى اليسار هو ثيو ابن 18 ولياقته عالية، أما الذي يقف إلى اليمين فهو ريتشارد ابن 41. لا يستطيع ريتشارد أن يركض أو يسرع أو ينحني بنفس سرعة ثيو، لكن كيف له أن يفوز؟ يعتقد معظم الناس أن التقدم في العمر هو عملية انحدار، لكن هذا غير صحيح. قد تصبح حركتك أبطأ وتحتاج وقتا أطول لأداء مهامك، لكنك تصبح أكثر حكمة ومعرفة. هذا هو سبب فوز ريتشارد، تساعده خبرته على قراءة اللعبة وتوقع جميع الحركات وتقليص كمية الطاقة التي يستهلكها. يشير العداد إلى أن ثيو قام ب 1925 خطوة، بينما خط ريتشارد 1641 خطوة. حتى مع تراجع قوة البصر يجب ألا نغفل حقيقة أن التقدم بالعمر قد تكون له بعض الحسنات مثل الضحك. هل فكرتم بمقدار الوقت الذي نقضيه بالضحك؟ بلغنا الآن سن الخمسين، فكيف هي أجسادنا في هذا السن؟ في الخمسين من العمر تحتاج أجسادنا صيانة دورية لتؤدي وظائفها، وعلينا أن ننتبه لليونة مفاصلنا التي يبلغ عددها 230 مفصلاً، وعلينا أيضاً أن نرقع العيوب التي تحدث لجلدنا الذي لم يعد مكتنزاً كالسابق. لا يزال المحرك لدينا يعمل بشكل جيد، لكن دورانه لم يعد كالسابق، إلا أننا نصبح أكثر حكمة. إننا نشبه سياراتنا، فنحن خليط من الأنظمة المعقدة مثل الجهاز الهضمي ونظام الأوعية الدموية وغيرها. مع تقدمنا في العمر تبدأ هذه الأنظمة بالتعرض للأعطال وتتراجع كفاءتها في أداء وظائفها. تنجز أجسادنا وظائفها على أكمل وجه عندما لا تزيد حرارتها عن 37 درجة مئوية، وإن ارتفعت عن ذلك فإننا نبدأ بالتعرق. في اليوم العادي نخسر 170 سعرا حراريا بفعل الحرارة، وهي كمية السعرات في الكعكة المحلاة. للتعامل مع الإرهاق الزائد فإننا نملك 3 ملايين غدة عرقية صغيرة يمكن أن تمتد مسافة 9 كيلومترات.
يعمل هذا النظام بفاعلية عالية، لكنه قد يتعرض للخلل عند النساء في سن الأربعين. في العيادة تقول لي النساء إنهن يتعرقن كثيرا أثناء الليل، وإنهن لا ينمن بسبب هذا، وإنهن يشعرن بأنهن متسخات بسبب كثرة التعرق، وهذا الأمر يسبب الإزعاج والإحباط للنساء. إنه سن اليأس، وتبلغه النساء حين تتوقف بعض الهرمونات عن العمل بعد أن كانت نشيطة في سن البلوغ. تبدأ الدورة الشهرية بالانخفاض لتتوقف أخيراً بسبب تدني مستوى البروجسترون والأستروجين. يعمل التقدم في العمر على خفض مستويات الهرمونات لدينا، وهذه هي طريقة تعامل الطبيعة معنا. بعد أن ننتهي من تربية أطفالنا لا تعود لنا حاجة، وبالتالي تغادرنا الهرمونات. يحدث هذا للرجال أيضاً، وحينها تقل لديهم الرغبة الجنسية ويبدأ شعرهم بالتحول للون الأبيض أو التساقط. في سن الخمسين يكون نصف الرجال قد تحول نصف شعرهم للون الأبيض، ويكون نصف من بلغوا الخمسين قد وصلوا للصلع الجزئي. أتحدث الآن بصفتي شخصاً بدأ يقترب من هذه المرحلة. ما أود أن أقوله للآخرين هو أنني لم أفقد حتى شعرة واحدة من رأسي، لكن ما حصل هو أن الجريبات الشعرية لم تعد قادرة على إنتاج ذلك الشعر الطويل والقوي كما كانت تفعل في السابق. يستمر سن اليأس لدى الرجال والنساء بضعة أعوام، ولا يواجه بعضنا المشاكل خلاله، لكن لا تزال هناك أفضلية أقوى من الهرمونات من الناحية العاطفية، وهي مجانية وممتعة. إنها الضحك. تؤمن جولي وايتهيد بقيمة الضحك، وهي تدير ورشة للتشجيع على الضحك وفوائده. نحن نضحك في المعدل لمدة 6 دقائق في اليوم، ونستخدم خلال ذلك 312 عضلة، وطيلة حياتنا نحرق خلال الضحك 350,000 سعر حراري، وهي الكمية الموجودة في 1000 من قوالب الحلوى هذه. إليكم 10 أسباب مقنعة تدعونا لتبادل رمي هذه القوالب من قبيل المزاح. يقلل الضحك من نسبة التوتر، ويحمي من الفيروسات، ويساعد الدماغ على أداء عمله، ويخفض ضغط الدم، ويدرب العضلات، ويزود الدم بالأكسجين، ويقوي القلب، ويحرق السعرات الحرارية، ويعزز نظام المناعة في أجسادنا، ويقوي الألفة والمودة. تساعدنا أجسادنا على إنجاز أي شيء. يمكننا السباحة والغطس، لكن لا يمكننا الطيران، إلا أننا توصلنا لطريقة لذلك. تساعدنا أجسادنا على اختبار مجموعة ضخمة من الأحاسيس والأفكار والعواطف، بحيث وصلنا إلى حيث لم يصل غيرنا من المخلوقات. وبينما تستمر رحلتنا مع الجسد لما بعد الخمسين، سنحتفل بإنجازات وإبداعات لجسدنا، وسنكون مع بعض الكميات التي يتعامل معها جسدنا طيلة الحياة، مثل كمية السوائل التي تكفي لملء هذه البراميل، وكمية الكربون التي تكفي لصنع 9,000 قلم رصاص، وكل المواد الكيميائية التي تدخل في تكوين أجسادنا. الجنس الثلاثة وهي الأستروجين والبروجسترون والتستوستيرون يبدأ الأمر بالتغير. البلوغ هو الانتقال من الطفولة والخمول الجنسي إلى المرحلة التي نصبح بها نشطين جنسياً، ودون هذه المرحلة سيموت جنسنا. بلغت أوديسا 12 وبدأت تمر بمرحلة التغيير تلك. من الأشياء التي ستفعلها الهرمونات لأوديسا هي جعلها تنمو بصورة أسرع من أي مرحلة أخرى في حياتها. في مرحلة البلوغ
تبدأ عظامنا بالنمو السريع ويزداد طولها. إذن فهي المرحلة التي نزداد خلالها طولا وبسرعة. هذا ما يحصل في تلك المرحلة. خلال عام واحد ستنمو أوديسا بمعدل 9 سنتيمترات، أي بارتفاع هذا الكعب، وبنهاية مرحلة البلوغ تكون قد نمت بمعدل 25 سنتيمترا، ما يعادل ارتفاع هذا الكعب. سيرتفع مستوى الدهون في جسد أوديسا بمقدار 120%، وفي ذروة اكتسابها الوزن يمكن أن يزداد وزنها بمقدار 700 جرام شهريا، ما يعادل وزن 3 علب زبدة بهذا الحجم. وخلال عام يصل ذلك الوزن إلى 8 كيلوغرامات، وهي كمية كافية. هذا هو الجسد البشري، أبدع بناء هندسي على هذا الكوكب، ونحن الآن على وشك الذهاب في رحلة من سن 10 وحتى 50 نكشف من خلالها قصة الجسد باستخدام الأرقام. ستتغير الطريقة التي نفكر بها بأنفسنا، ولن ننظر لأنفسنا في المرآة بنفس الطريقة مرة أخرى. تجترح أجسادنا العجائبة منذ التلقيح وحتى الولادة، ومنذ الطفولة حتى المراهقة. إن الرشد يتم هذا التحول بعد أن تفعل هذه الآلية مواد كيميائية قوية، وهي هرمونات الجنس. المشكلة هي أن تلك الهرمونات ليست مرئية ولا ملموسة، لكن علينا أن نفهم أنها مهمة في وجودنا. تعمل الهرمونات في أجسادنا عمل المدير، فتتجول باستمرار داخل الجسد لتتفحص وتنظم كل وظائفه. في الواقع فإن الهرمونات هي عوامل التغيير داخل الجسد، فهي تؤثر على طريقة تفكيرنا ومظهرنا وطريقة تعاملنا مع بعضنا بعضا، وبالطبع على الطريقة التي تظهر بها حياتنا. عندما يتفاعل دور هرمونات وبعدها مرحلة الرشد وصولا إلى الكهولة، مع بلوغنا سن 10 تكون أجسادنا قد حققت الكثير، حيث نكون قد أتقننا بعض المهارات وتشربنا بعض المعلومات، وبلغ طولنا 137 سنتيمتر في المعدل. لكننا الآن سنرى التغيرات الهائلة التي تطرأ على جسدنا منذ سن 10 وحتى 50، وأما هذا الجزء من السباق فيدور حول الجنسين. يبدأ الأمر برمته حين يطلق الدماغ آلية صغيرة بحجم حبة البازلاء وتسمى الغدة النخامية. تسبب هذه الآلية الصغيرة أعظم انقلاب يمر به الجسد على الإطلاق، وهي مرحلة البلوغ التي نصل بعدها إلى